يا مساء الفل والهنا والسرور. احنا شعب اكيل، ايوان بنموت في الاكل، ايوان عندنا مطاعم كتيره قوي في مصر، عندنا اكلات تخصنا. صحيح اننا خدنا من شويه مطابخ من كتر ما الناس دخلت، يعني حاولت تحتل البلد دي او قعدت فيها شويه وطردناها وكده. يعني عندنا اكل تركي مثلا خدنا منه، خدنا شويه انجليزي، خدنا شويه تلياني، لكن قدرنا نعمل التوليفه بتاعتنا. الحاجات اللي احنا مشهورين بيها ليها اصل مصري، ما تسمعوش حد يضحك عليكم ويقول لكم انها اصلها حاجه تانية، زي الكشري مثلا. يعني احنا الفراعنه كانوا دايما بيخزنوا الحبوب، وتقول الحبوب دي تعيش معاهم. انت عارف ان انت لو حطيت حبوب في الهرم الاكبر 2000 سنه تخش وتاخد الحبوب وتزرعها تزرع معاك. فبواقي الحبوب دي كان بيفضل رز، كان بيفضل عدس اسود، مش عارفه ايه. فراحوا عاملين اكله الكشري دي، ويقال انها اكله فرعونيه صميمه، ما هياش بقى لا متاخده من التراكوه ولا من مش عارف مين. لكن شعوب الدنيا عندها برضو النوع ده من الاكل، هو البواقي والحاجات اللي فاضله في البيت يعملوا بيها بيتزا، بايلا، مش عارفه ايه. اهم ما في الموضوع اللي لفت نظرنا انه احنا عندنا اكلات متميزين بيها جدا، وعندنا مطاعم شعبيه رائعه، واحنا يعني عندنا ولاء جامد قوي للمطاعم بتاعتنا دي. مشهورين بالكباب والكفته المصري، مشهورين بالنيفه ولحمه الراس، الكشري طبعا، واصناف كتير. والمحلات دي فاتحه من يمكن اوائل القرن اللي فات، والعيله تتوارث، والعيله تجيد وتجود في الصنعه، والمصريين يروحوا وينتموا ويبقى عندهم عشق وولاء قوي للمطاعم اللي من النوع ده. فاحنا النهارده هنستعرض ايه الاكل الجميل اللي عندنا، وانا هاكل الاكل اللي هيجي ده كله علشان انا رفيعه وعايزه اتخن شويه. انما المهم فين؟ المهم ان احنا نفسنا جدا نعرف نسوق اكلنا في الخارج. دي كل الفكره اللي في دماغنا. ليه انا اروح في اي بلد الاقي اكل تلياني واكل صيني واكل هندي وما الاقيش اكل مصري؟ يعني ليه ما الاقيش سلاسل من المطاعم بره في كل اوروبا وامريكا بتقدم اكلنا المصري؟ يعني ليه ما الاقيش كباب جانا مثلا في باريس كباب مصري مصري؟ ليه ما الاقيش مثلا محل كشري زي ابو طارق كده، وزي ما انتوا كلكم انبسطتوا جدا من الحلقه بتاعته؟ ليه ما الاقيش فطاطري انا مثلا يعني بره؟ عشان ايه يعني؟ ان احنا بنعرف نعمل فطير ملوش زي ولا وي، لا مؤاخذه يعني بقى. فالحلقه بتاعتنا النهارده دي اللي انا طبعا متشكره جدا للانتاج انه فكر فيها ورئيس التحرير عشان هلغ فيها لغ ربنا يعلم بيه، لكن هنستعرض اكلنا الجميل والناس بتوعنا الصنايعيه القدام الحلوين اللي بيعرفوا يحافظوا على الصنعه بتاعتهم. يلا بينا. مش قوي، ما بحبش الاكل. بحب اعمله بس ما بحبش اكله. بحب الاكل. طبعا بحب الاكل، كلنا بنحب الاكل. هنعمل ايه يعني؟ بلاش ناكل هنموت. بص، الشعب المصري ده عايش عشان ياكل. طبعا كله في حد مش بتاع بطن؟ لا مش كله، احنا شعب بنهتم بالاكل. بحب الكبسه، مكرونه، وفراخ البانيه. المحاشي بانواع، المكرونات بانواع. والله لو الواحد معاه فلوس بيحب ياكل كباب، فراخ محمره لو في فلوس، شويه مكرونه محمرة، شوية بطاطس محمرة، حتة جبنة لمؤاخذة قريش. بحب السمك جدا، بعشقه. أي حاجة ناكلها، لو بمش، لو بمالحة، حلوة رضا الحمد لله. في ناس عندها الأكل ده كيف، والأكل ده مزاج، والأكل ده أهم حاجة في حياتها. أنا أكبر دليل على الشعب المصري أغلبيته كرش. لا يعني الشعب بنحب نشتغل وبنحب النشاط. ناس أكيلة بتحب الأكل، هي دي اللي مكرش. مش كله بكرش، بدليل أنا واقف قدامك أهو، مش بكرش. وبحب الأكل.